هذا الأسبوع استضافت مدرسة التصوير الصحفي في أربيل معرض خاتون للصور الفوتوغرافية. بدأ الإيفنت بحلقة نقاشية تحدث بها المشاركين عن دور المرأة بالإعلام وضرورة إشراكها بعمليات صنع القرار، ونظمت المدرسة ورشة تدريبية مع مصورين من السويد. تهدف الورشة إلى تدريب النساء الكرديات والعربيات لتأهيلهن كمصورات صحفيات، وبالتالي زيادة عدد النساء بمجال الإعلام. وتستضيف المدرسة طوال هذا الأسبوع معرض خاص بأعمال أول 6 مشاركات بالورشة. I'm here to train photographers. So it's only female photographers here, and we're training them to get them to be better storytellers, and also just getting the urge to dare to be photographers, I think, you know. I just thought it was a very important project to be participating in. واليوم احنا في فريمينج سكول، هم احد اصدقاء المنظمه وشركائنا في بعض المشاريع او حتى على الصعيد الودي وايضا مو المهني. فاني احدى المتدربات اليوم بهذا المشروع الجديد اللي يهدف الى تمكين النساء بمجال صناعه الصوره الصحفيه. واني اعتقد انه هذا الشيء جدا مهم هنا وجدا مميز جدا مستحدث على العراق يمكن أو حتى على المنطقة بشكل عام، لأنه النساء اليوم مو هو يمتلكون أرضية على بالصحافة بشكل عام، وهذا تحديدا النوع من الصحافة صحافة الصورة. فأعتقد أنه هذه مساحة كلش مهمة.